والحمد لله يعني نشأت خلص القراءة مرد كده من جامعة الشمس ناقش بقى شهر. الدكتور طارق 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 رسالة العلم والأدب وبيطبق كل ال يعني كل الاسكس في الدرس السنه اللي هو في المحله. دكتور طارق بكره ان شاء الله بينظم يعني منسق الميتنج بتاع المحله بكره برضه بندعوكم جميعا اللي عنده وقت يحضر يا ريت كله يحضر. هل في اتوبيس رايح على دكتور طارق ولا مش رايح؟ اتوبيس مين؟ الساعه 8 من النقابه. يبقى في اتوبيس هيتحرك قدام النقابه وهو يبقى يوم علمي كامل ثلاثه سيشنز وفي اساتذه من القاهره ومن الغربية ومن المنصورة، فنتمنى ان انتم تحضروا ويبقى في استفادة. اتفضل دكتور طارق. شكرا لدكتور ياسين على المقدمة الجميلة دي اللي انا ما استحقهاش. I would like to present today case of collapse in cortical syndrome on top of membrane nephrosis. وانا هنا يعني هتكلم من الناحية اللي هي الكلينيكال اللي هي فهمنا احنا اكتر. I would like to this case with proteinuria, how to proceed, how to take history, and the guidelines الأخيرة بالنسبة لنا في المانجمنت بتاعها، وزي الواحد ماشي بقاش في بايس في الشغل بتاعه. الأول كيس ميل بيشنت aged 48 years old, court officer, born in غربية جفرنري, married and has three offspring, no other special habits of medical importance. ده كان personal history بتاعه. الكومبلينت بتاعه كان عنده شورتنس وفريز وكان عنده انكريس فيس اند لور لامب سويلنج. الهيست بتاعه بريزنت ايلنس الكونديشن ستارتد 1 مانس اجو وذ فيس بافنس اند لور لامب ايديما اوف جرادوال انست اند بروز فورس. ذير ووز نو هيستوري اوف ريسنت ابر اند لور داكت انفكشن نو اذر سيمبتومز سجستيف اذر سيستم انفكشن. الباست هيستوري كان فروتفول جدا وكان في عنده فيلد سندروم وجايب بايوبسي وكانت موضحه ان عنده ميمبرانس نيفروباثي عنده هايبر تنشن 5 years ago كان في عمليه هيرنيا ربير 2009 عنده اوتوماتيك فراكشر ليفت لور لمب سنتين تقريبا فاتوا وهيستوري اوف بالهاريزيزس ما كانش في هيستوري اوف دايابيتس رينال ستونز سموكينج اوف دراج اوف ميديكال امبورتنس. 2008 كان عنده البوميوريا 3 بلس كان البروتين ان 24 اور يورين كان اباوت 8.6 جرام. دي الدايليما اللي اتعملت بالنسبه له كان اهم حاجه فيها الانتي نيورال انتي بادي كان نيجاتيف. السيرولوجي از ريجارد الفايرال ماركر كانت نيجاتيف. كان عنده هايبر كوليستيرولينيا هايبر تريجلايسيرايدينيا هايبو البومينيا سيفير هايبو البومينيا. دي كانت البايوس بتاعته وكان فيها كابيلر وول برين سيجمنت وما كانش فيه سيلر ارتباط وكان الدياجنوز بتاع البايوسي ان هي ايرلي ميمبرانس نفرباث. برضه المانجمنت بتاعه اللي هو خده كان خد كومبينيشن ثيرابي الكالسيوم انهبيتور في فورم اوف سايكلوسبورين وكان معاه بريدنيزولون وكان حصل كومبليت ريميشن وكان التايم بتاع الدوريشن بتاع التريتمنت كان اباوت 1 يير. 2 years later he presented with relapse. ودي الصوره بتاعته ان هو كان جايب البادي ماس اندكس بتاعته كان تقريبا 30 في بافي فيس وايليدز كان هايبر تنسيف كان الشيست ديمينيشد انتري على البوست سايدز كان في لور لمب قديمه وكان في اسايتس مايل اسايتس. During investigation برضه كان في البوميوريا 2 بلس وكان في بروتينيوريا كرياتين ريشو كان اباوت 8 جرام 8 ملي جرام بروتين 3 جرام كرياتينين ودي برضه الانفستيجيشن اللي كانت اتعملت. والسونار ما كانش فيه حاجه خالص غير ان جاست ان في اسايتس وكان في رايت اند ليفت بيور انفيوجن. هنا الراجل ده يتعمل له بايوبسي ولا لا؟ حال احنا عارفين ان هو ميمبرانس نفروباثي وجاي بريلابس هل ده محتاج بايوبسي ولا لا؟ طبعا هو هنا اكوردنج لكي دي جايد لاينز قالت ان احنا ما بنعملش بايوبسي في الحاجات اللي زي كده طالما ما عندناش بيرمنت للكيدني فانكشن ولا عندنا ماسيف بروتونيوريا على اعتبار ان ممكن في
another lesion يكون موجود معانا زي كريسنت نيوروفايتس او زي دراج ريليتد اكوت انترسيشن فايتس. التريتمنت بتاع الحالات الريلابسز برضه هي في جايد لاينز بتحكمنا برضه فيها، وان كان بتبقى كومبينيشن مع الانيوسربيسيف دراجز اللي هو كان ماشي عليها قبل كده واللي هو استجاب عليها العيان. وبعد التريتمنت العيان بقى بصوره يتحسن، الاديما بقى سبسايز، الفيس اديما والبافنس اللي كان موجود اختفى خلاص. وده في ريكومنديشن لكده ان هو هنا الايديو سجست ان الريلابس بتاع الكورت سندروم ان الايديوباثيك ميمبرينس نيفرولوجي كان بي تريتد باي ري انستتيوشن اوف ذا سيم ثيرابي ذات ريزلتد ان ذا انيشال ريلابس. هنتكلم رزومي سريع جدا عن الممبرينس نيفروباثي. انا هتكلم على الدياجنوز بتاعها، عايز افرق ما بين البرايمري والسكندري، ايه التولز بتاعتنا بتفرق بين الاثنين، وهنقدم رزومي سريع عن المانجمنت. الممبرينس نيفروباثي از ا جلوبولار ديزيز ان ويتش اميون ديبوزيتس اميونوجلوبولين جي اند كومبلمنت كومبوننت ديفلوب اندر البوتوسايتس اون ذا سب ابسيلر سيرفيس اوف ذا جلوبولار كابيلاري. Deposit formation is associated with marked increase in glomerular permeability protein, which is manifested clinically as nephrotic syndrome. It may be idiopathic. على اعتبار ان مفيش systemic disease affected، وتقريبا بتاخد تلتين من عدد الحالات، او secondary لاذر underlying disease وتقريبا بتاخد تلت الحالات. Membranous nephropathy is typically disease of others، وعادة بتبقى very few في الشيلدرين. والموست كومن كوزز في الديوباسيك ممبرس نيفروتيك سيندروم الارتيتيد 30%. السكند ممبرس نيفروسي از مور كومن في الشيلدرين تقريبا بتاخد 75% في الادلت 25%. الدياجنوز بيبقى مينلي خلال كيدني بايوبسي، ولازم اعمل الثلاثه التولز بتاعتي اللي هي لايت ميكروسكوب ميونوفلوريسنت، ولازم اعمل الكترون ميكروسكوب. في اللايت ميكروسكوب في عندي هنا سيجنال الكابيلاري وومن برين، وفي عندي هنا دابل ريسوسن اديوسين، ولما بسلكها بالسيلفر ستين ستين بتديني السبايكس واضحه هنا على الكابيلاري ووم. مع الميونوفلوريسنت بتديني ديبوزيت ميونوجلوبولين جي وكومبلمنت في الونج الكابيلاري ووم. ولو انا بعمل الكترون ميكروسكوب بيكون في عندي سطح سيلفر ديبوزيت واضحه هنا في الصوره بتاعتي. برضه مهم جدا اعرف انواع السكندري لانها فيري كومن موجوده معانا. وهنا المانجمنت بيكون بعمل علاج للاندرلاين كوز في الحاله دي. عندنا على سبيل المثال في انفكشن، في عندي هيباتيتس بي، في عندي هيباتيتس سي، ممكن تعمل كده. هايديتد ديزيز للناس اللي في السعوديه وجايه من ليبيا عشان بياكلوا لحم الضان هناك كتير. في امراض الشيستومايسيس عندنا فيري كومن، فبالتالي سسبكت معاهم السكند نيفروباثي. والمانجمنت هنا بيكون بيتعالج السبب بتاعه. حالات النيوبلازما زي الكارسينومس، حالات الاوتوميون ديزيز اشهرهم سيستيميك لوبس، عندنا روماتويد ارثرايتس برضه، في عندنا دراجز اسوشيتد بالسكند ميمبرس نيفروباثي زي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، وزي الليثيوم والجولد بسبب حالات الروماتويد ارثرايتس. في ميسلينيس كوزز زي الدايابيتس، زي الساركيدوزس، بعض انواع الديزيز اخرى ممكن يبقى معاها اسوشيت بالسكند ممبرينس. وهنا المانجمنت بيكون تريتمنت اوف ذا اندرلاين. مهم جدا زي ما احنا قلنا في الاول خالص ان احنا ازاي نفرق ما بين الاثنين، على اعتبار ان ذا سيم كلينيكال بريزنتيشن ده جايب بالبروتونيا في الكوتيك رينج، والمانجمنت هنا بيختلف تماما. هنا هتدي علاج وهنا هتدي علاج. السكند كوز انت بتعالج الاندرلاين كوز اللي بتسبب المعلومه. طب بنفرق ما بينهم ازاي؟ عندنا في تو ماركر هنا الانتي سيركوليتنج، بنشوف الانتي بلار اللي هو الام تايب فوسفولايبيز اي 2 ريسبتورز، وده غالبا بيكون في البرايمري تايب. الميونوجلوبين 4 وده جي 4 وده بيكون مور فريكونت في البرايمري تايب، ولكن السبسيت الثانيه اللي هي زي الميونوجلوبين جي 1 2 3 ده بيبقى مور كومن في السكندري تايب. ان سام كيس اوف سكندري ممبرينس نيفروباثي بيبقى فيه سمول ميسانجل اور سب اندوثيليال وسب ميسيليال ديبوزيتس كان بي سي. برضه تعريف هنا للديباثيك ممبرينس نيفروباثي ان هي في الاولد ايج بس مور كومن في الفورث والفيفث ديكيد، بتبقى مور كومن في الميل عن في الميل.
بيبقى نفروتك سندروم بروتينيوريا 70-90% من الحالات معها اسوشيتد بعض الحالات من 30-40% بتبقى معها مايكروسكوب كيماتوريا. الناتشرال كورس بتاع ده مهم جدا عشان ده هيوضح بعد كده ايديولوجيه العلاج ان في 20-30% منهم بيحصل لهم سبونتينس ريميشن، في 20-40% بيحصل بريزيستنت بروتينيوريا، وفي التارجت بتاعنا في المانجمنت في 30-50% بيحصل اندستيجن ديزيز ده هو نوت بروبر تريتد، واحيانا بيخش الديس 30-50%، والتيبل ده بيوضح لنا النسب دي. في حاجات بتسسبكت ان حدوث الاندستيجن ديزيز في الجروب ده من المرضى ان هو بيكون مور اولدر ايج او ميل سكس، لو معاه سوبر امبوزد فوكال سيجمنت مونوسكلوزس، لو معاه فيبولا انفستيشن ليجن، لو في ليفيت السيرو كرياتين مع البدايه بتاعت المريض، او معاه بيرزيستنس ليف بيكونيه من الاول، ده بيبريدكت ان ممكن يحصل اندستيجن ديزيز. في ماركر في اليورين، دي حاجات جديده ان بيرزيستنت اتش بي تي زيرانين كومبلمنت 5 بي 9، and the secretion of increased quantities of high molecular weight protein اللي هو T2 microglobulin، والميونوجلوبين بتبقى موجود في اليورين بنسب عالية. دي كلها حاجات بتقول ان الحاله دي هتتدهور وتخش في الانسجن. هنخش بقى في التريتمنت بتاعنا. احنا عندنا تو لاينز اوف تريتمنت. اللاين اللي هو بيعتمد على الكونزرفتيف، يعني ما بستخدمش اميون سبريسيف دراجز، ولاين انا بستخدم فيه اميون سبريسيف دراجز. الكونزرفتيف تريتمنت لازم يبقى بوت ان مايند وانا بشتغل مع الحاله دي، على اعتبار زي ما احنا قلنا ان في حالات بيحصل سبونتينس ريزوليوشن وبيحصل ريكفري في حالات كتيره، ولكن لو وجدنا ان مع الريزيستنس اكتر من 6 شهور وان في ديفيشن للكيدني فانكشن وفي ريزيستنس للبروتينوريا، ده هيبقى نوت دور ان انا استخدم سبسكرايبس. الكونزرفت تريتمنت بتاعنا بيكون اهم شيء في لو سولت دايت، بستخدم الراس بروتين كانتي بروتينيك ايجنت وفي نفس الوقت كنترول بلاد بريشر، وبعمل كنترول الديسليبيديميا وستاتين. هل في دور عندي للاوستاتيك انتي كواجلانت في حالات الديباسيك مشكلات الفيروسي؟ ايوه، في حالات لما يكون عندي السيرم البوم اقل من 2.5، او في بعض الداتا زي البروتينيه اكثر من 10 جرام، البادي ماس اندكس اكثر من 35 كيلو جرام سكوير متر، لو في براير هيستوري سترونج امبريز فاميلي هيستوري اوف سترونج امبريز ويز دوكيومنتد جينيتك ديسبوزيشن، ان هي كلاس 3 او 4 كونجست هارت فيلير، ريسنت ابدومينال اورثوبيديك سيرجري، برولوند كوبولايزيشن، ده على طول لازم نستخدم وارفرين تو بروتكت اجينست سبير سومبوجينيك بروبلم، و ده دور الانتي كواجلانت هنا، وده دوكيومنتد كلاس 2 سجيشن ومودر ويك ايفيدنس. الاس ريجارد يوز ابريس دراجز عندنا بالنسبه للوافق من كرينس نفروكسي، لما يكون اليورينري بروتين اكسكريشن ريزيستنت اكثر من 4 جرام، ده واخده ريكومنديشن ومودريت ايفيدنس. لو في بريزنس اوف سيفير ديسابل او لايف ثريتنينج سيمبتومز ريليتد للنيفروتيك سيندروم، لو عندي سيرم كرياتينين انكريز باي 30% او مور وزن 6-12 مانس، انت ما استخدمش اليوز ابريسف دراجز. لما يكون السيرم كرياتين ريزيستنت لاكثر من 3.5 او جي اف ار اقل من 3.5، لما يكون الكيدن سايز اقل من 8 سم، لما يكون في كونكومتنت سيفير او بوتنشال لايف ثريتنج انفكشن. هنبدا بقى في المانجمنت بتاعنا. احنا عندنا في حوالي 5 انواع من التريتمنت. بنبدا بالسترويد مونوثيرابي، ده مالوش شروط خالص. الازا سايوبرين برضه نفس الكلام، ايزر الون او بس استرويد ملوش شروط معانا. وهنا ريكومنديشن من الكيديو جايد لاينز 2012 ان هم نور زي ديدنت ريكومند كورتيكو سترويد سيرابي مونو سيرابي في حالات الدراسه المبنيه على السنفرابكي. از ريجارد برضه الازا سايوبرين برضه لا يستعمل. البونتشيلي سيرابي او اللي هو السايكل استرويد الكليتيك ايجنت، ده له رول معانا جامد جدا، ومعظم بقاله فتره طويله من الثمانينات او التسعينات، وفي بروسبكت ستادي وفولو اب لحالات كتيره جدا، وجايب ريسبونس معانا كويس. ايزر السايكلوفوسمايد او الكورون بي سي ان كونجنكشن والسترويد
are effective in inducing remission and the prevention of end-stage renal disease. As regards to cystic fibrosis, في privilege ان احنا نستخدم السيفلفوسفامايد more than الكرومبيسين. The treated patient may continue to enter complete or partial remission for as long as من سنة لسنة ونص following completion of the regimen. So it is reasonable to wait this period of time before deciding whether the initial treatment has been unsuccessful, providing that serum albumin level or kidney function are not detected. الcyclical steroid مع الأكيد الإيجان هو عبارة عن علاج لست شهور. أول شهر احنا بنستخدم فيه مثال البريدنيزولون وكونتينيو لمدة 3 أيام وكونتينيو أورال سترويدز بدوز نص ملي جرام لكل كيلو جرام بير دي. والشهر الثاني بنستخدم أورال كرومبيوسين أو أورال سايكلوفوسفامايد بدوز المواد المقدمة. وبعد كده الشهر الثالث بنعيد العملية في الشهر الأول، الشهر الرابع بنعيد العملية في الشهر الثاني، الشهر الخامس بنعيد اللي في الأول، الشهر السادس بنعيد العملية في الشهر الثاني. ولازم يبقى فيه فولو اب مونيتورنج للعيانين، بنعمل سيرم كرياتينين، بنعمل يورين بروتين اكسكريشن، بنشوف السيرم البومين، بنشوف الوايت بلاد سيل كاونت على اعتبار ان حصل ليكوبانيا وده من ضمن الحاجات اللي هي التوكسيك افكت بتاع الترومبوسيت او سايفوسمايل، وهذا ان احنا نوز اول ذا دراجز لغايه لما الوايت بلاد سيل الوايت بلاد سيل ليفل تطلع تبقى اكتر من 4000. وكيتو جايد لاينز ريكومند انيشال ثيرابي كونسيست اوف 6 مانثس كورس اوف التورنيتنج مانثلي سايكلز اوف اورال اند انترافينوس كورتيكوسترويدز اند اورال الكاليتيك ايجنت. برضه في سجيشن يوز للسايكلوفوسفامايد راذر ذان الكرومبيسين فور ذا انيشال ثيرابي. في ادجستمنت للدوز اوف سايكلوفوسفامايد اور كرومبيسين اكوردنج للايدج المريض والاستيميت جي اف ار بتاعه. برضه زي شازيست سجست ذات كونتينوس ديلي مان سايكل يوز اوف اورال اكريتيك ايجنت ماي اولسو بي افكتيف بات كان بي اسوشيتد ويز جريتر ريسك اوف توكسيستي بارتيكولر وين ادمينستر فور مور ذان 6 مانس. في عندنا بنفيت وفي ريسكس من استخدام الاكريتيك ايجنت واضحه هنا عندنا. البنفيت بتاعتها ان في بريفنشن كرونيك كيدني ديزيز اند ستيج نايت ديزيز، في افويدنس اوف كومبليكيشن اوف نيفروتيك سندروم اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده، في برولونجيشن اوف لايف وامبروف الكواليتي اوف لايف. على الاذر سايد في عند ريسك انهانس ريسك اوف اوبورتونستيك انفكشن، في عند الوبيشيا، في جونادال دامج، في هيموراجيك سيستايتس، في نيوبلازما نيوجازيا، وفي ترانزيشنال سيل كارسينوما، وفي توكسيك هيباتايتس. في عندي برضه كونتر اندكيشن المانجمنت التول بتاع المانجمنت ده الا لما يكون في عندي ان تريتد انفكشن، لما يكون عندي نيوبلازما، لما يكون عندي يورينري ريتنشن او انابيلتي تو كومبلاي ويز مونيتورنج اللي بيكون مهم جدا في العلاج بتاعنا، او في عندي بري اكزيستنت ليكوبينيا اللي هي تكون اقل من 4000، او في عندي سيرم كرياتين مور ذان 3.5. في تعريف برضه هيجي معانا في الوسط كده اللي هو الكومبليت فيرسس بارشال ريميشن، والاثنين بيحملوا بوت بروجنوز العيان. الكومبليت ريميشن التعريف بتاعه بيكون يورينري روتين اكسكريشن اقل من 3.10 جرام بير دي كونفيرم باي تو فاليوز ات ليست 1 ويك ابارت اكومبليت باي نورمال سيرم البومين اند نورمال سيرم كرياتينين. اون ذا اذر سايد البارشال ريميشن له تعريف برضه ان يكون يورينري بروتين اكسكريشن اقل من 3.5 جرام والوقت يكون اكتوبر مرتين على مدار اسبوع ويكون اكامبلين باي امبروفمنت نورماليزيشن اوف سيرم البومين اند سيرم كرياتين. دي حاجات ازاي بنستخدم الكنيتيك سترويد اند سايكوكس دراسه احنا قلناها قبل كده. ده 10 years كيدني سرفايفر ريت انكلودنج ديث اند رينال فيلير البيشنت جيفن التريتمنت ده، وزي ما احنا شايفين كده ان في 92% من الحالات السرفايفل بتاعها افضل بكتير من اللي ما خدش 60% بس. برضه كلينيكال ستيتس عند 10 سنين الناس اللي ما استخدموش علاج خالص كان الكومبليت ريميشن كان 7%، ولكن الناس اللي استخدموا البروتوكول بتاع السايكل سترويد اند اكتيف ايجنت كان تقريبا 66% انكلودنج كومبليت وبارشال ريميشن، على الاذر سايد 43% انكلودنج كومبليت اند بارشال ريميشن.
هنرجع للمدالة الثالثة اللي هي الكالسيوم يورين انهبيتور بيزد ريجيمن. عندنا سايكلوسبورين وعندنا التاكوليماس. سايكلوسبورين ويز ستيرويدز اللي في بعض الحالات او بعض المرضى بيرفض ان هو يستخدم الكليتيك ايجنت على اعتبار من البروفايل بتاع التوكسيست بتاعتها العاليه والحاجات دي برضه بروف ان فيها افكت. التاكوليماس من كل السيريس اللي موجوده اللي كنت بستخدم مونو ثيرابي ما بيستخدمش مع الانتيجوزنس. طبعا هنا لما بدي سايكلوسبورين بدي سمول دوز وبقلل التراف ليفل بتاعي مش زي بتاع ترانسبلانتيشن بيكون على لو بروفايل يكون التراف ليفل عند 125 175 ولكن لو انت هناخد السي 2 بيكون من 400 600 نانو جرام بر دقيقة. وبرضه في سجيشن برضه من ال في دي جايد لاينز ان هي الستارتنج ات لور ليفل من الكالسيوم اللي بتطلع عشان تلاقي توكسيك افكت على الكدني تو افورد اكيوت نيفروتوكسيك. السي ان اي الريزومي عنها ان هي في دي بو ريكومند سايكلوسبورين وتاكرونس بيوزد فور بيرد فور ات ليست 6 مانس ان بيشنت هو ميت ذا كرايتيريا فور انيشال ثيرابي بات هو تشوز نوت تو ريسيف ذا سايكليك الكاليتيك ايجنت ريجيمن اور هو هاف كونتر انديكيشن تو ذيس ريجيمن. زي ما احنا قلنا في الاول الناس عندها نيوكوميا عندها عداء لا مش هنقدر نستخدم مع الريجيمن ده. برضه في سجيشن ان السي ان اي كونتينيو ان بيشنت هو دو نوت اتشيف كومبليت اور بارشال ريميشن افتر 6 مانس اللي هو ده جريد 2 سي. سجيشن برضه ان دوز بتاع السايكلوسبورين ريدوس ات انترفال من 4 ل 8 اسابيع تو ا ليفل اوف اباوت 50% اوف ذا ستارتنج دوز بروفايد ذات ريميشن از مينتين اند نو تريتمنت ليميتنج سي ان اي ريليتد سيستم كير عند الكمبيوتر فور ات ليست 12 مانس. زيشاز سجست ذات سي ان اي بلاد ليفل بي مونيتور ريجولاري دورينج ذا انيشال تريتمنت بيريود اند وينيفر ذير از ان اكسيدنت رايز ان سيرم كرياتينين دورينج السيرم. دي برضه ستاد مالتي سنتر ستاديز هم جمعوا تقريبا 245 عيان وحصل كومبليت ريميشن في حوالي 78% من الحالات وكان في 90% بارشال ريميشن. ان كونكلوجن كالسيوم يورين انهبيتور ان ديواس كومبينس نفراوسي الافيلبل داتا ديمونستريت ذات افيكاسي اوف سي ان اي ان ريدوسينج بروتينوريا اند انديوسينج ريميشن ان بيشنت ويز نورمال رينال فانكشن زير ابيليتي تو موديفاي ذا لونج تيرم كورس ديث اوف سي ان ديز هاويفر ريمينز انبروفن جيت relapse rate, long-term therapy with low dose CNI may be necessary. CNI may be contraindicated in patients with estimated GFR less than 6 mL per minute. احنا كده اتكلمنا عن المونوثيرابي سترويد, اتكلمنا عن الاسايوبرين, اتكلمنا عن الالكاليتيك ايجنت مع السترويد. فاكتور الرابع الثاني خالص كان مدارك التريتمنت الاول الادرينال كورتيكوتروف هرمون ده بيستخدم بدوز 1 مللي جرام twice weekly for 1 year. والاستادي المعروضه قدامنا على عدد بسيط جدا من العيانين كان حوالي 5 حصل فيهم كومبليت ريميشن في 3 وبارشال ريميشن في 2. لما جم عملوا راندمايز مالتي سنتر ترايل ما بين الكريدنج ايج وما بين السنسيتيك ادرينال كورتيكوتروفيك هرمون وجد ان الريسبونس كومبليت ريميشن كانت تقريبا عندنا 87% في الجروب بتاع الاس بي اتش وكان فيرسس 75% في الجروب بتاع الكريدنج ايج. والكونكلوجن ادرينال كورتيكوتروفيك هرمون يواسك من بنس نفرابسي giving promising data but small series زي ما اتفقنا مع بعض دلوقتي. No information about the long term potential side effects particularly in older patients زي الدابيس والاستيوبروزيس. الانتكت ادرينال كورتيكوتروفيك هرمون approved by FDA for studies in antibiotic nephrosis. هننتقل بعد كده للـ MMF مايكوفينيل مفتيل عن الصوديوم مايكوفينيل وده كأنتي بروليفيك ايجنت ان هما بيديفلوب بيديليفر المايكوفينيليك اسيد. المايكوفينيليك اسيد انهبت الليوسين مونوفوسفيت دي هيدروجينيز ان
needed for the lymphocytosis of urine and B cell proliferation. السيرس الموجودة عندنا استخدام الـ MMS ألون ما كانش له ريزلت معانا، لكن مع كومبينيشن مع الاسترويدز كان جايب نتائج كويسة. وعلى هذا الأساس الكي دي بول سجست ذات نون ثيرابي MMS ملتي يوز بفور انيشال ثيرابي في يوباتيك ممبرينوس نيفروباسي، ولكن الـ MMS مع الاسترويد فيرسس السايكليك ثيرابي كانت تقريبا الريزلت قريبة لبعضيها زي ما احنا شايفين. وفي هذا الكومنت في الآخر ان هو برضه ليتل اف ان الفيكس وين جيفن الون هيلب فور ان اتشيفنج ريميشن وين جيفن ان كومبينيشن وذ جلوكوكورتيكويدز بات فريكوينت ريلابسز ليتل انفورميشن اباوت الاوبتيمال يوزج ديوريشن اند لونج تيرم افكتس. لاست ريتوكسومير ان سي دي 20 برضه استخدم في بعض الحالات معانا وكان الريزلت مشجعه جدا، وكان عندنا الكونكلوجن بتاعه ان ده افكتيف في ريديوسنج بتاع البروتونيوريا، لكن مفيش نو لونج تيرم فولو اب بس ستيل ان كلير وذ ذا بيشنت وذ رينال ديسفانكشن اند او تيومر انترستيشال ليجن ريسبون اند ذير از نوت اني هيد تو هيد كومباريتيف ستادي انديكيتنج اف ريتوكسوماب مي اوفر ريزلت بيتر اور كومباربل تو ذوس اوبتيند وذ سترويد سايتوتوكسيك ريجيمنت. السي ان اي المايكرو فورمولات الاسترويد الحاجات دي كلها برضه ما اتعملتش في ستادي بتفرق ما بينهم وبين بعض. قبل الاستاذ الاخيره في حالات الريلابس اللي احنا اتفقنا عليها، الحاله كانت معنا في الاول ريلابس اللي كي دي بو سجست ذات ريلابس اوف زينوفيتيك سيندروم دي باسك من بنس نيفروباسي بي تريتد باي ري انستتيوشن اوف ذا سيم ثيرابي ذات ريزلتد ان ذا انيشال ريميشن. برضه زي سجست ذات 6 months cycle corticosteroid alkylating agent regimen was used for initial therapy. The regimen be repeated only once for treatment of a relapse. In conclusion, aduvasic membranous nephropathy is an autoimmune disease triggered by autoantibodies directed against the enzyme of podocyte enzymes. A patient who is persistent to phototic syndrome, kidney dysfunction, human social lesion are at risk of interstitial disease. A complete remission of nephrotic syndrome predicted excellent long-term kidney and patient survival. A partial remission also significantly reduced the risk of progression to interstitial disease. All currently used treatment modalities have significant toxicity, therefore selecting patient at high risk of progression is important, so that exposure to treatment-related adverse events is minimized. Randomized controlled trials with adequate size, long-term follow-up, and a fair definition of endpoint are needed to identify the treatment with better therapeutic index and universal membranous nephropathy. Treatment with RAS blockade and 50% decline of proteinuria from the baseline during the first year of follow-up were significant independent predictor of before remission. شكرا دكتور. انا عارف البانوراما ده الموضوع هتدخل للفضل ده في اسئله انا معاك دكتور. بالنسبه للبوتشيلي نبدا ببلس ستريت 3 ايام وبعد كده 27 يوم طب بس نوقفه مره واحده ولا بنسحبه؟ لا مره واحده. انا عاوز اقول لك على حاجه، احنا قابلنا دكتور بوتشيلي في مؤتمر الجامعه المصريه لاعراض الكلى، دكتور عصام ساله ايه الفلسفه بتاعتك يعني 3 ايام وبعدين كل شهر زي ما الدكتور طارق عرف كده الشهر الاول والثالث والخامس ريجيمنت والثاني والرابع والسادس على دواء تاني. فطبعا الناس كانت تشل بروتوكول وبتاع كذا كده. تعرف الاجابه كانت بتاعته ان هو قال ان الممبرس نفروبس ده لما يكون فيه نفروتك سندروم والبروتونيا عاليه جدا ده هيمشي على لونج تيرم بدون صبر في السبب. كان في التمويل ده بيخاف من التوكسيستي وفي من صوره الدرجه فاخترع القصه. يعني القصه مش مبنيه على ايه؟ على رولز، ده هي مبنيه على اجتهاد شخص والناس قلدته وجاب نتيجه. اعتقد في نقاط كثيره جدا اتعلمناها من الحاله اللي حضرتك انت قلتها والدسكشن اللي انت قلتها ده. يعني يمكن من زمان كنا بنعجب البيشنس لما ياخد ادويه كتير، يعني تلاقي العيال نفروتك
اللي استجاب خلاص يعني كويس ربنا كرمه واستجاب، لكن في بعض البيشنتس بيفضلوا لازقين في المتابعه والاستجابه بتاعتهم يا بارشل يا مفيش ريسبونس وبتقعد تتنقل ما بين كل الادويه وبعضها. فبتيجي فعلا بتيجي تنقي دواء للريلابس بتروح تاخد هيستوري انت احسن دواء استجبت له ايه؟ فبرضه تاني من الزمان ده بتيجي الدواء ده نفس الكلام خد نفس الريجن اللي كان ماشي عليه وحصل تمرين ومشي معاه انت كنت وقفت السايكروسبور كان وقف خالص ولا كان وقف هو حضرتك وقف مده ايه؟ هو خد الكورس بتاعه سنتين وبعدين وقف خالص بعدين وقف خالص ده كويس قعد سنتين من مزود بمشي ده كويس ده كان بقى السنه دي اه جميل ده فكان لازم واحد يرجع للاصول بتاعت العلاج عشان الكلام اللي انا بقوله ده اتعلمناه اصلا في البراكتس بتاعنا من الدكتور محمد صبحي في مركز الكلى كان القصه تقول لك راجع هو استجاب لايه؟ يعني ده قبل حتى في الجايدلاينز. النقطه الثانيه موضوع الرينال بايوبسي يعني يمكن لو هو كان ماشي على سايكلوسبور وحصل له ريميشن وبعد فتره حصل له اللبس هو عليه ممكن الاقي بعض الايه الانديكيشن عمل بايوبسي علشان اشوف هل حصل دامج في البايوبسي ولا في الكيدن ولا لا ويمكن ما اكونش معبر عنه بالكرياتين. فلما بيحصل اللبس او في البيشنس ماشي على تريتمنت استرويد وسايكلوسبور والوقت نفروتك وعاوز اشوف هكمل التريتمنت ولا ازود له علاج تاني ولا شوف ممكن اعمل بايوبسي. لكن ممكن برضه نجرب يعني في بيشنت اتبعت لي من يعني فور سكند اوبينيون العيله اللي فاتت دي كان ممبرس للبروباسي وراجل فعلا راجل لطيف جدا فاهم كل حاجه وعنده قديمه مستمره والبروتوكول 20 جرام و12 جرام ونزل شويه بس جاي ماشي على سترويد سايكلوسبور والريلابس البروتوكول 13 جرام والالوم 2 فده كلاسيك يعني نفروتك وماشي على سترويد سايكلوسبور. فقعدت اتناقشت معاها في البول كولز نعمل بايوبسي ولا ما نعملش قعدت اتناقشت معاها فيها قلت له النوكسان هو ما خدش النوكسان خالص والوقت بياخد سترويد سايكلوسبور وفي الريلابس. طيب ازود السايكلوسبور ما هو الليفل بتاعه 50 ده ممكن ازوده علشان اجيب سيرابيل. طب هاجي ازوده سيفيرلي هايبرتنسيف وبياخد كومبانيشن انت هايبرتنسيف مش هعرف ازود لا الاسترويد ولا هعرف ازود السايكلوسبور على الدوسجز الداخليه. بعد مناقشه مستفيضه قلت له بص انا يعني بعد مناقشه معاه قررنا يا خلاص البروسه ناجلها شويه وهل سبورت الريجيم اللي ماشي عليه ده ب ام ام اف 2 جرامز فول دوس مع السايكلوسبورين ونقيمه بعد شهرين او ثلاثه نشوف اتحسن ولا لا. اذا اتحسن خلاص ما اتحسنش نعمل بايوبسي ونشوف هنعمله ايه تاني. ساعات الواحد من عيال النفروس سندروم ده الواحد ساعات بيتمنى ان هو البيشنت يخش في رينال فيلير من الاديما او عدم الاستجابه لليمون سبريسر بيبقى ارحم من اليمون سبريسر الراجل اللي بياخده. انا بشكرك على الحلقه اوسع لا هو بقاله فتره مستخدم وكان نوه عليه الدكتور ماهر فؤاد رمزي قبل كده كان في حد قال له استخدم الشغل ده مجهول. احنا في عندنا مشكله ان اللي بياخد ريجيم بيعمل حاجه مجهول بيقفل على نفسه ما بيوضحهاش. لكن هو الدكتور ماهر فؤاد رمزي انا اللي استخدمته في محلات كتير حاجات في ايجيبت يعني الحاجات اللي معانا كلها جايه من هو مشهور في الاطفال يا دكتور طارق في الاطفال كانوا بيستخدموه من زمان لكن في الممبرنس مكتوب في كتاب الكومبرهنسف تكست بوك في الفورج في الادلت وله استخدام مع انه يعني هو جايب برومسنج جدا لانه هو لسه عدد قليل لسه عدد قليل لكن بتنتظر ما بيبقى في نتيجه دايما الناس بتنشر يعني خمسه بس خمسه بس ولكن هو واخد اي في دي ابروفل وهو عامل هنا الكومبارزون كان هنا 16 مريض و16 الريسبونس كان في الارم بتاع الاس اتش كان اعلى من الارم بتاع السيكوت. يعني هو القصه يا دكتور احمد ان احنا نبقى ابديتد ونبقى علينا على الليترشرز والحاجات دي. انا الدكتور بجد هناك ادى محاضره في المؤتمر اللي اتعمل في اسوان ادى محاضره على نيو كلاس اوف اندابيتك. انت فاكر الدراج كان ايه؟ جروث ريسبتور انهبيتورز او جروث انهبيتورز ده بمنتهى البساطه انا هقفل ري ابسوربشن بتاع الجلوكوز فالشخص هيبقى عنده جلوكوزوري تمام؟ وشوف طب انت طلعت من المحاره دي بايه؟ نستخدم الدواء ده ولا ما نستخدموش؟ ها؟ انت لو خايفين من الانفكشن كامل انت عارف من 29 مارس اف دي ابروفد في تريتمنت اوف دايابيتس
الدواء ده خلاص ابروفد في الاف دي ابروفد. وخلي بالك الاف دي يعني ممكن دواء يبقى في الماركت والاف دي مش ابروفد للمنظمه دي، لكن هتبين ابروفد في 29 مارس لعلاج الدايابيتس كاليوم ايرتي في علاج الدايابيتس. بس نستبعد عليه اللي هو ما عندناش سيشن ديزيز والفورم سيجنيفيكت رينال امبيرمنت والناس دي كي ايه ما دون ذلك ممكن نستخدم هذا التريتمنت. بقى اصل اقول لك ايه، انت بتشوف الادويه الجديده وبتكونتينيو القصه، في ادويه بتخمد وادويه بتكمل. لكن انا اعتقد ان انت وفيت الموضوع حق من جميع جوانب الدكتور، وعلشان الوقت بقى الموف لل يعني نصف الختام الدكتور اسامه ومشكلته بقى ان هو يحتاج الناس تصحصح كده معاه، لان هتقول له ولا هو انت بتشتغل اجنست ميلي باريز طيب الرسيميا والناس خلاص زودت مننا مش كده. لكن طبعا انا متاكد ان نصف الختام الدكتور اسامه طبعا غني عن التعريف، استشاري امراض الكلى في المستشفى الدولي ونائب رئيس الرابطه، ويعني كلكم عارفينه هيتكلم عن موضوع برضه في غايه الاهميه اللي هو دايس امرجنسيز. هتقعد قد ايه يا دكتور اسامه؟ 20 عشان الناس بس يعني ده خبر صغير، خبر صغير الناس دي حصلها.